بالحضن يا غالي، بل ريقي ورد فيا الروح. طبطبي يما، طبطبي يا حبيبي يا ابني. ما فاضي تراب الظلمة من على كتفي. ما حسيتش اني كنت مسجون لدلوقتي، ولا سمعت صوت الرصاصة الا هنا. الحمد لله ان ربنا نجاك. انا قلبي اتخلع لما سمعت الخبر، بس برضه ربك حنين ورحمته سابقه قضاه. ما تصدونا بقى من الكلام اللي ملوش عايزه ده، الله خلونا في الفرح اللي العيد يا اخوانا. يا حبيبي يا ابني. كرابة؟ انت لسه خرصة؟ امال في الساعة ده ابو جمعة، انت لسانك سابقك على طول كده. تحكي لغات، تعالى يا كرامة. بلاش محن يا بنت، أنا ما أحبش النسوان لما تقوى. سيبيها يا أم تعذر. أبوي أبوي. مراته يا حاجة، سيبيها تفك عن نفسها شوية. بلا محن حريم، مش قادرة تستنى لما يتقفل عليهم باب، ولا خلاص الزبدة ساحت على الساق. والسما اتحرقت يما، واللحمة استوت، وطالبة أكال. اتحشم يا واد. يا ألف حمد لله على السلامة. شو مراتي هي اللي كانت بتخفف عني مرار غيابك السنين اللي فاتت دي. نورت بيتك يا سي خميس. نور بيك يا مرات الخال. قال لك اسمها شوق. شوق. قربي يا شوق، حبي على ايد كبير البيت. حب على ايد افندينا شوق. لا اله الا الله، لا مؤاخذه. وماله ما يضرش. خميس تعال اقعد على الكرسي. يا لطيف يا لطيف يا لطيف. كل شيء بيد الله، بس برضو جعلنا أسباب. والست اللي ما تعرفش تجرجر جوزها لغاية سريرها ما تبقاش ست. يلا اتجدعاني كده وجيب لنا حتة عيل. مش عاوز تقولي انت شغال لحساب مين؟ يا ابني سكوتك ده هيلبسك القضية دي كلها، ودي فيها اعدام. ايه؟ مش عاوز تتكلم برضه؟ خايف؟ خايف من ايه؟ انت بتعمل ايه يا خديجة؟ ألف ألف مبروك حبيبي، ألف مبروك، ألف مبروك يا بدران حبيبي، ألف مبروك يا معلم. مفيش ابتسامة كده، رقصة، مزيكا، ليه أبيض؟ ها؟ مفيش زغروطة يا ماما؟ ها؟ في يا حبيبي. أنا عارف إنه مش مزاجك، إنما ده
بتاع زمان. يتوب علينا ربنا. أصلي أمال لو عايز أمهم كمان خدها. خليها تطلع الجاية. يتوب علينا ربنا. معسل ده بتاعنا ودي حبة فلوس. يا ابني اللي بتعملوه ده ما يصحش. الفلوس قدامك اهي، خدوها وسيبونا نروح لحالنا. حلمك بس يا خال، في حاجة أهم من الفلوس. انتوا عايزين ايه بالظبط؟ راسة فندينا. اكبر مين اللي بعتك ده؟ مين هذا اللي بعتك؟ راس افندينا ابن الكلب. مين هذا اللي بعتك؟ مين اللي بعتك؟ تركي نركي رجعت. طيب يا خلي بالك ومرحوب. ماشي يا فندينا. يا صباح الفل، صباح الحليب على احلى بنوته. صباح النور. ايه على فين بدري كده؟ على المعهد. طب ما يلزمكيش اي حاجه، فلوس تشتري كتب لبس اي حاجه. ميرسي. ميرسي ايه بقى الحته هنا؟ ده عيال بيئه كلها يفتكروكي خواجايه ويشتغلوك. كتر خيرك، كفايه اللي انت عملته وبتعمله. دي مش عزومه مراكبيه يا فندم، انت بس شاوري على اللي انت عايزاه. انت ما تعرفيش غلاوتك عندي قد ايه. أنا اللي نفسي تعرف غلاوتك عندي قد إيه. عادي. ممكن أطلب منك طلب؟ طبعًا. تبقى تيجي تشق علينا، أنا بفرح قوي. أبويا بيفرح قوي لما بيشوفك، وأمي كمان، كلنا يعني. حاضر. يلا بقى عشان ما تأخريش. خلي بالك من نفسك. وأنت كمان خلي بالك على نفسك. أجيب لك شقتين فول تاكليهم في السكة. فول إيه؟ وأنا رايحة المدرسة. أنت رايحة المعهد. يلا، باي باي. باي باي. كنت فين يا بيت؟ كنت بشتري شوية طلبات كده لازماني. حاجات دي يا اختي اللي لازماكي. تقوليش يا بنت مصاحبالك عيل من صبيان المعلم وبتصرفي عليه عرقك. انا برضو بتاعت الكلام ده يا ست مطر، ما انا قاعده في وشك 24 ساعة زي قرد قطع. امال كنت فين يا بنت انطاقي؟ كنت بجيب الحاجات دي والله اللي وريتها لي. وهي الحاجات دي يا بنت تقعدي فيها 5 ساعات؟ طب اعمل ايه يعني؟ الناس امم في الشارع، وسواق التاكسي الله يخرب بيته قاعد يتخانق في الشارع قعدني جنبه ساعة. اما كنت ورد. ايه في ايه؟ مالكوا؟ صوتكوا جايب اخر الدنيا في ايه؟ الحقني والنبي يا معلم، انا في عرضك. البنت بقالها 5 ساعات سايبه البيت وسايبه البيت يضرب يقلب. يا نهار ابوك اسود، 5 ساعات؟ يا بنت مش قلتي هما ساعتين؟ السماح والنبي يا معلم. اصل انا اتاخرت يعني عشان الطريق كان زحمه وكنت بجيب شويه طلبات. لا لا لا، ما فيش حاجه اسمها سماح. اسمعيني يا بنت على السرير، قصدي على الاستراحه. يلا يا بنت. والشغل؟ ما هو ده برضه شغل يا مطره. شغل ايه؟ الاستراحه دي مش تبع البيت. يلا يا بنت غوري غوري، يا امك لا ارى في اليوم كله يطلع على دماغك. خلاص يا مطره اعتبرني اتاخرت ساعه زياده، ما فيهاش حاجه يعني، عن اذنك. انت كنت بتفتح كل يوم. مش عارفني انا، توت مني انا، مش انا انا توت. ايه ده؟ اثبت انت مين يا خميس؟ ايه خميس؟ انت عارفني؟ الله، انت خميس عارفني؟ انت بتسرقني يعني ولا ايه؟ اسرقك ايه؟ بس شيل الطبنجه دي الاول. طبنجه؟ يا طالما دي طبنجه بقى يا بنت الخال.
امال انا بقول لك ايه من صغرك؟ ده انت بسطول كنافه. انت شكران طينه. مش يعني يا جدع بالراحه. وطي صوتك وطي صوتك وطي صوتك. انت بتعمل ايه هنا؟ استنى بقالي ساعه بفتح الباب مش عايز يفتح. مفتاح بان عليه بايظ ولا ايه؟ بايظ؟ ده انت مش شايف. ده انا فتحنا كده. افتح يا عم. خال ضايع. اول مره اشوف خال فضيحه كده. ايه ده؟ ايه؟ انت بتفتح بالسيجاره؟ معلش يبقى انا شربت المفتاح. انا قلت ايه كده ليه؟ انت مش شايف حاجه. ولع ولع. افتح. ايه ده؟ ايه؟ ده الباب مفتوح. يبقى يلا ندخل بقى. طب يلا يا شيخ. هو فاكرني ايه؟ عبدي من عبيد ولا صبي من صبيانه؟ انا المعلم هنا وكل حجر في الحته دي يشهد بكده. هو في حد يستجري ده وشريط بشام في البلد دي؟ لبسني من انا؟ انتوا اوعى ايدك. انا اركب عليا عيل سيس زي شفاعه؟ وديني لاكون خاربها وعلى الكل، وديني لاكون جايب عليها وطيها. بقول لك يا معلم براء، انت شكلك تعبان قوي، تعال نروح دلوقتي. اوعى ايدك. انا مش عايز اروح، انا مش عايز اروح البيت ده تاني. انا مخنوق، انا تعبان، تعبان قوي. هات ازازه تاني يا رزق. كفايه شرب يا معلم براء، انت شربت كتير قوي جوه. انت حسابني ولا ايه؟ اضرب معلم براء بس عشان خاطر تعالى نروح دلوقتي. خلاص كلكم بقيتوا معلمين، ولا الصوت بتاعك هنا ولا ايه؟ يا معلم معاش ولا كان اللي يقول عليك كده؟ معاش ولا خلاص وقدام الناس كلها. بس معلش، وديني وايماني ما انا معديها له المره دي. وديني وايماني. لا اوريك يا نوح، اوريك يا نوح مين المعلم. انا ولا انت يا نوح؟ انا ولا انت يا نوح؟ سيبني انا، سيبني 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 سامي. خلاص مش قادره، دماغي هتنفجر من كتر القرايه. الالم بيزيد في كتفي وفي ظهري ومفيش مسكن نافع. مالك يا بنتي؟ تعبانه؟ هروح عند اهلك الدكتور وهخلي الممرضه تجيب لك مسكن. مسكن ايه؟ ده انا هديك اللي يخليكي حديد. يا ريت، لحسن انا هموت وانام والوجع ما بينيمنيش طول الليل. طب استني بس ما نقفل الباب كويس. ليه؟ احتياطات امنيه. وانتي ناويه تديني ايه؟ مسكن والله. منى انا مش مرتاحه له. يا بنتي مسكن والله، بس عشان هو رخيص وجامد منعينه عننا. خدي انت كفايه عليكي نص حبايه. بسرعه شويه قبل ما حد يشوفنا. اسمه ايه ده؟ خلصي هادي. ترامادول؟ اه. خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. صدق الله العظيم.
مساك الخير يا فندينا. ايه؟ بتقول ايه؟ انت مين قالك الكلام ده؟ اوعى لك كل الكلام ده تهييس. جدع يالا. طب سكة انت دلوقتي. هحليلك بقك يالا. اهو كده الكلام يحلو. كلام ايه ده اللي هيحلو يا براء؟ هتفرحي قريب قوي 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 يا مطر. هفرح بايه؟ هو انت ناوي على ايه؟ بقولك ايه؟ سيبك بقى وفكك من ام شريط السبب ده. ما تريحني بقى وتقولي بتعلقني ليه؟ يا بنت ريحي انت شويه، هقولك بعدين. طب ما تقولي دلوقتي، تقولي بعدين ليه؟ بقولك ايه؟ سكه انت عشان انا عايز ابويا دلوقتي. ما تقولي بقى وتريحني. علي. ابن الميت لحربته. سعيكم مشكورة سعادة البيه. يا نار الجل. بعد إذنك يا بيه. بعد إذنك يا بيه. لا إله إلا الله. 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 يا شو مالك مخشبه كده ليه؟ قلت لك ماليش مزاج الليله وانت اللي قفشت. قفشت؟ قفشت ده ايه؟ يلا يلا ده ايه؟ بقول لك ماليش مزاج الليله. هو ايه؟ هي دي اخر ليله ولا ايه؟ الله. يا شو مالك؟ ماليش، ما عنديش مزاج، وبلاش فضايح بقى. فضايح؟ فضايح ده ايه؟ انا حقي وحق انا كمان يا اخويا انه يبقى بكيفي. طب وايه اللي مش جايب كيفك يا شو؟ جتتي مولعه نار، مش طايقه نفسي فيها حاجه دي مولعه. مولعه في ايه؟ ده انا حاسس انك انت لسه طالعه من الثلاجه دلوقتي. بقول لك ايه، انجزي مفيش وقت. يلا انجزي يا اخويا. اذا كان على تمن الحبايه اديهولك. حبايه ايه؟ تمن حبايه ايه؟ انا بجيبها بالعافيه وعلى تمنها. وبعدين انا بعمل ده كله ليه؟ ما هشعلك مرة تقولي لي أنا ما باخدش حقي، ولما أجي أديك حقك تقولي لي ماليش مزاج. يا راجل أنت عايز تعملها لنا هو الليلة الليلة دي؟ هو في إيه؟ ما حرام عليك بقى وعديها، بلاش تتخنها. بقول لك ماليش مزاج يا معلم. شو شكلك كده ما بقيتيش تحبيني زي الأول. يا لهوي، شوف بقول إيه يقول إيه الراجل. يا راجل حرام عليك، مش كده؟ مش طايقة نفسي، حرام عليك. خلاص خلاص خلاص، شو براحتك بشوقك. اهو كده يا معلم، يا صاحب توكيل المزاج في البر كله. بس انا كده مش عارفه انام. طب خديني في حضنك حتى. ايه يا رمانة مالك؟ يخرب بيت شكلك يا بيسا، من ساعة ما ادتني البتاعة دي وانا دماغي هتنفجر. شنيور شغال وش في دماغي. بتاعتي انت ضربة حاجة؟ نص حباية من الهباب شقلبت كياني كله، مش هسمع كلامها تاني بنت الجزمة. طب على مهلك يا اختي. رمانة يا دكتورة. اهلا 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 يا قمر. اهلا وسهلا. اتفضلي اتفضلي. سلامتك. اموريني وانا اجيب لك اسطول دكاتره يبقى تحت رجلك، بس انت تقشري. انا تمام. احلى ازازه اعلى مزاج من جوم الدلو واخره. ميرسي يا شلل. انا تحت الامر والطاعه، وريني كده. ايه مالك اتنفضتي كده ليه؟ ما احنا كنا كويسين. اسبت. امرنا يا فندينا. شيل الزباله دي من هنا، عايز الترابيزه نظيفه.
ايه ده مجنون ده ولا ايه؟ انا مش فاهم. يلا ايه ده؟ اهدى يا دكتور، انا فاهمك على كل حاجه. يلا اتفضل. معلش تعال اقعد معايا على الباه. انا مؤاخذه يا فندم. يلا. ايه انت لازم تسيب بصمه في كل حته؟ خال. ايوه الخال. ده مجنون ده شلبي ولا ايه؟ روق روق يا دكتور، انت محسود. روق. انت عرفت السكه منين؟ البركة بشوق. لا إله إلا الله. مالك يا أخويا؟ مش بيقولوا اللقى نصيب؟ إنما إيه الحلاوة دي؟ أمر وإنت متعصب. توب علينا ربنا. أه ده خير. أه ده شوق. اتفضل يا معلم. وادي راسك يا دكتور، انت على راسنا من فوق، واللي حصل لليله دي هلفطت سكاره، وانت عارف معاليك الكباريهات ياما بتلم، بس عشان خاطر الملط عدي الليله. بس دي مش وصول برضو يا ملط. رمانة الحركة دي انا مش هبلغها للباشا يا ملط، عشان انت عارف زعل الباشا قد ايه. ولا تحب تجرب؟ احنا غلابة يا دكتور، لا قد زعل معاليك ولا قد زعل معالي الباشا، احنا كلنا هنا خدامين مزاج السياده. جربني هتشوف. اما نشوف. مانا الليله انضربت يا مال. مين قال انضربت؟ انا قلت انضربت؟ هو قال انضربت؟ هي قالت انضربت؟ اشبك ايدي في ايدك كده وشبكة العشرة الكرام دول ومليك علي حلفان، لا سهرك ليلة ولا ألف ليلة وليلة، وادي النطرون بنفسه هيحكي عليها. أمرني، أنت هنا عشان تأمرني. أمر بالستر. رمانة. روق بس واشرب. فرفش كده. نور يا خال. تعيش ابو جمعه. صبعين دخان الخال يا الف. هتعيش ابو جمعه. هروح الحمام اوضب روحي. وانت يا قمر بما انك دايس المكان، مش عايز تقولي اروح الحمام منين؟ امشي شمال توصل. والنبي يا اخويا انا قلت كده من الصبح. الله. خلي بالك من نفسك. اسد. علينا ربنا. أنا من الحق أبو جمعة، لو تبنا ربنا هيقبل التوبة دي؟ طبعا ربنا بيحب الخطائين التوابين. لعلمك لو كان الشيطان نفسه تاب كان ربنا رجعه ملاك تاني. يا راجل. أمال أنت يا جمال يا رب. مين ده؟ ده المطر. طمني يا دكتور، ايه الاخبار؟ هو كان اخد حاجه عشان خاطر الجواز يعني ولا حاجه؟ حاجه زي ايه يعني يا دكتور؟ معاك انت حاجه؟ ها؟ مفيش حاجه يا دكتور، ما تاخدش على كلامه، اصله تعبان شويه. عموما واضح ان هو تعرض لانفعال مفاجئ، بالاضافه اذا كان خد حاجه يعني،
فعملت له هبوط في ضغط الدم وفقدان وعي. عموما الحقنه اللي خدها هتخليه كويس جدا ان شاء الله. يا رب. يعني ايه يا دكتور؟ شهر عسل كده اتضرب بقى ولا ايه؟ يا بنت اتكلمي شويه، شهر عسل ايه وبتاع ايه؟ لا لا لا، شهر عسل ايه؟ مفيش الكلام ده خالص. ايه؟ خالص. ليه؟ فهمت يا دكتور، فهمت. جت الحزينه تفرح ما لقتلهاش مطرح، يا بختك يا سوريا. يا بنت تبطي، الراجل هيروح مننا. حاضر اهو اتبطيت. اسكت يا بنت الدوية. اديني الحبايه، سلامتك يا معلم. ألف مليون سلامة عليك يا أخوي. الله يسلمك. شكلنا كده اتحسدنا، خدنا عين وعين كبيرة قوي. خدتوها على إيه يا أختي العين الكبيرة قوي دي؟ بقى الحاجات دي بتتنزر. دي خيبة القمر راكبها جمل. شايف مراتبتك بتلقح عليا بالكلام إزاي يا معلم؟ عاجبك كده؟ اصبري عليا بس لما بقوم. اصبر عليك أما تقوم. بقوم. دخلت هنا ازاي؟ زي ما دخلت السوق ونطرتك منه. وايه عاوز مني ايه دلوقتي؟ انا خدت منك السوق، فاضل بيتي هاخده اللي انت سرقته قبل كده، وفوق ده كله هاخد فوق البيع عمرك. عاوز تقتلنا خميس؟ انت قدامك حل من اتنين ملهمش تالت، فكر. امتى انا هتخرج من البيت ده بلبوصه؟ بلبوصه وبزفه. امتى تخرج نايم على ظهرك وفي نافوخك رصاصه من مسدسي؟ تختار ايه؟ سبيل بس مؤاخذة سيد المعلمين. اللي جابك كده؟ بقولنا بس يا ماما. مؤاخذة عريس. هو أنا جيت في لحظة شقاوة؟ كانت بس خلاص. بس ده بيتي يا خميس. بيتي. ومحدش هيقدر يطلعني منه. يبقى بسم الله والله أكبر. عيب يا خال. ده أنا أفندينا. مش على اخر الزمن واحده ست اللي هتوقع بيتها. الست دي تبقى مراتي يا خميس. ومرات الخال يا خال يوم ما عيني تتجرأ وتبص لها فقعها بصوابعي. وهي هتتبلى عليك ليه طيب؟ عشان توقفنا قصاد بعض الوقفه دي وتقش اللي طوله ايدها. صلي على يشفع فيك يا خال، صلي على يشفع فيك والنبي واسمع خلاصه القول. عليه الصلاه والسلام. عليه افضل الصلاه والسلام. بصريح العباره كده انا يعني هاوتها حبة على اللي في دماغها. بس ليه؟ ليه؟ كان عندي مصلحة تخصنا كلنا. أنا كان كل غرضي إن أوصل لمرات براء النوح وأجيبها في حجرنا، خصوصاً إن شو بتقابلها عند الست بتاعت السحر والشعوذة اللي اسمها حنتومة، حتى أسألها. أنا في البيت ده إيه؟ أنا عايز أفهم. أنت كبير يا خال. أنت كبير أوي، كبير العيلة وكبير البيت في السن والمقام. لكن أنا كان غرضي المصلحة. والله كان غرضي المصلحة، حتى الكردان ده كان عربون الشغلانة. من وراه يا خميس؟ وأنا إيه وأنت إيه يا خال؟ ما إحنا طول عمرنا واحد. هو أنت يعني لو قصدت كرامة ولا حتى بنت الباشا في أي مصلحة هقف لك فيها؟ والبيت اللي على المحارة؟ بيت إيه اللي على المحارة؟ أنا لا أعرف بيوت ولا أعرف محارة. أنا اللي عندي قلتهولك يا خال وأنت عرفني كويس. قلتولي بعد ايه يا خميس؟ بعد ما شفت وتاكدت انها عايز تضرب مفك ما بيننا. انا بقيت متاكد من كده يا خال. بس انا عارفك، عارفك كويس، وانت مربيني ومحفظها لي زمان. محفظها لي. فاكر يا خال؟ اوعى تدي ودنك لواحده ست. اوعى يا خال، اوعى. يوه
هو انت هتفضل شايل طاجن ستك ده كتير؟ انت فاكراها هيان عليا يا شوق؟ يا حبيبي وانت كنت عملت ايه؟ ده انت مديت ايدك وخدت لقمه من حقك، واللي انت عملته ده عين العقل. انت بكده ثبتت مكانك في السوق، وعلى راي المثل عدو عدوي يبقى صاحبي. انا بساعتها مش عارف اتلم على نفسي، الدنيا بقت قصاد عيني اضيق من خرم الابره. هما اللي عملوا فينا كده. انت تايه يعني عن اختك وابنها؟ كرشهم واسع وياكلوا مال النبي. الحمد لله بقى ان احنا لقينا لنا سكه ناخد شويه من اللي كلوه علينا. انا اخرج يا شوق. وهتسيبني لوحدي في اللوكان ده؟ انا عايز افك عن نفسي شويه يا شوق. ماشي يا حبيبي، فك عن نفسك. اقول لك خد لك كاسين او حجرين معمرين، المهم تخلي المزاج عالي، عشان عايزه حبيب قلبي يفوق ويروق بقى للشغل التقيل. خميس؟ ايه؟ نايم بدري ليه؟ عندك مدرسه الصبح. اتفضل يا فندينا اتفضل. ايه المفاجآت الحلوه دي؟ مفيش، لقيتك ما بتسألش، قلت اسأل انا. اصيل اصيل، اصل انا بس غصب عني متكحرت في حوارات كده يعني. حواراتك كترت قوي يا متر. حوارات ايه؟ القضايا اللي انت شاغل روحك بيها وحوارات اياها دي، والكلام كله بتاخد منه ملايين، وسايب شغلنا احنا اللي بملايين. انت عارف يعني ايه، اصل حاجات كده يعني. ما انت بالك يا متر، مش على بعضك ليه؟ ليه مش على بعضي؟ ما انا من بعض فوق بعض اهو. خمسه في عين اللي يشوفك ولا يصليش على حضره النبي. ما صدقتش روحي لما البنات قالوا لي ان انت هنا. الهلال طلع والرؤيه بانت وافنجينا رجل عشه القديم. بقول لك ايه، المره دي الغيبه طولت قوي يا كبير. ما احنا بقى عايزين نجيب بقيه البنات كده وتدلعها يا فندينا النهارده. يلا عينيا. لا 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 لا، كله بأوانه يا ام سامي. الرجل الدب مطرح ما المزاج يا حبيبي. طيب الليله دي انا مزنوق في بدران. انت اتغيرت قوي يا فنجينا. بص عليك يا بنت، اتغيرت؟ الله يخرب بيتك، عايز الراجل في شغل. بقول لك ايه، انت يا اخويا تخلي الباب موارب. يمكن تتزنق في مسامية. يتوب علينا ربنا. والنبي عسل. يلا يا ما يوراسيب الاخرى هتتخلع في ايدك. بص يا بنت يلا بروضاني القعده. بتقوله سيب الاكره. ما هو غاوي اكر. لا اصل ما خدش اكره الشهر ده. طبعا هتوس وش بشويه ميه عشان افوق. سمعت حاجه عن اللي حصل من خاله بدران؟ مظبوط صحيح، ما يجيبها الا. لكن تفتكر ان ضاويه ممكن تبلع طعم زي ده؟ تفتكر انت لو ما كانتش ضاويه بلعته كانت هتسيب شقة، قصدي الست شقق، تروح على رجليها. ايوه قول كده بقى، انت كنت راميني طعم كبش في ده. نجحت خير وبركه، فشلت يلا هي في 60 داهيه وخدت الشر وراحت. اخص عليك يا نور، قصدي يا معلم. لا لا، ينقطع لساني قبل ما ينطقها، واحنا برضو نقدر نستغنى. انا بس نفس المعلم ابو سنة يقدر الدماغ اللي احنا بعتناها. يعني ابويا يعني يقصد يقول ان هو كان متاكد من امكانياتك يا ست شوق، عشان عارف مؤهلاتك صح يعني، وعارف انك هتنجح في العمليه دي. من الاخر ممكن اعرف بقى يا معلم انت ناوي على ايه بالظبط؟ تحط ايدك في ايد افندينا وجيب لنا المستخبي. هنعيده تاني يا معلم نوح. اصبر يا ابو سن، خلينا نسمع الراجل. وانت يا معلم لو حطيت العواطف على جنب وشغلت مخك معايا هنبلع السوق كله باللي فيه. افندينا خلاص هياخد الاستماره الصح، لانه حط رجله في عيش الضبابيه وقطع عيش معلمين كبار كانوا عايشين على البودره، ومعلمين تانيين كانوا عايشين على الحبايه. سد عليهم كل البيبان يا معلم ابو سنه.
عمل خلطة براني وختمها باسمه وبقت الحنفية في ايده، يفتح وقت ما يفتح ويقفل وقت ما يعوز يقفل. ده غير بقى المشوار اللي وصلنا له بتاع الست شهور والمفك اللي اتضرب في الصميم بينه وبين الباشا. اسكت، مش انا اتكعبلت في مفك تاني كده بالصدفة وانا داخلة عندهم؟ مفك؟ مفك تاني ايه ولا مؤاخذة ست شهور؟ قفشت افندينا مع انتاي مستخبي جنب الفيلا ومش عايز حد يشوفه، وهي عامله لي مستوره مغطيه وشها بطرحه سودا، بس انا قفشت الفيلا. يعني عرفت هي مين؟ جمالت، كل واحد فينا ليه ماضي بيطرده، ومهما حاول يهرب تلف الايام ويرجع يطرده تاني. كل شيء بأوان. اللي تؤمر بيه ما عليك. الظاهر انك هترجع تلبس الجوانتي تاني وتفتكر ايام زمان. افتكر ونلبس. رومانا غلطت اول مرة وسامحتها. انت عارف الغلطة التانية عندي بقد روح. حصل ما عليك. مش عايز ادلها اثر لا هي ولا اللي في بطنها. عايز الحكايه دي تحصل من غير دوشه ولا شوشره. عايز اغمض عيني وافتحها ما لهاش. الحكايه دي لازم تحصل بايدك من غير طرف ثالث. خلصت الحدوته يا رمانة. بح خلاص. هذا وما فيش مفر منه. لو تحط ايدك في كبس الكهرباء. أنا لو كنت خالية ولا يهمني، ولو كان نزل الدنيا كنت حبوس إيدك عشان تقتلنا أنا وتسيبوه. الأمر جاي من فوق يا رمانة. بلاش بلاش يا مات، إحنا ولاد كار واحد. سامحيني يا بنتك، ما تخافيش يا رمانة، أنا مش هأذيكي. أنا بس هقتلك. تعملي ايه يا رمان؟ هقتلك يا مرض. ايه يا رمان؟ احنا ولاد كار واحد. تغور يا ابن الكلب. الله يسامحك يا رمان. الجريمة تمت في منزل المتهمة، وطبقا للسابق في تقرير المعمل الجنائي بعد المعاينة اتضح ان في عدة طلقات وجهت للمتهمة موكلتي سابقة على الطلقة التي اودت بحياة المجني عليه، كما ان السلاح المستخدم والمثبت في محضر الضبط بيد موكلتي اتضح ان عليه بصمات اخرى اثبت الطبيب الشرعي انها للمجني عليه. يعني الحكاية كلها دفاع عن النفس. سيدي الرئيس، السادة المستشارين الأجلاء، السيد الزميل أبدى دفاعه عن المتهمة، ولكنه نسي أن المتهمة اعترفت في تحقيقات النيابة أن المجني عليه كان معتاد زيارتها في أوقات مختلفة، وذلك لكونه مدير الملهى التي تعمل به المتهمة. سيدي الرئيس، سيادة القاضي، إذا نظرنا إلى ملابسات القضية بل إذا دققنا النظر فيها سنجد إن الجريمة معكوسة. الوضع كله معكوس. القتيل مش ضحية. ولولا إن روحه صعدت إلى بريئها لكان مكانه الطبيعي وراء هذا القفص، ولوجب إعدامه بدل المرة ألف. هو
وأمثاله وأمثال المنطق كتير. في زمان جملة بتقول له كل ما تتزنى اقلع، وفعلا مع الوقت ما بقاش نتكسف من حاجة ولا من حد، بقى الواحد فينا كل ما يتزنق يقلع، يتزنق في فلوس في مصلحة، يتزنق في نفوذ في سلطة في كرسي، يقلع يقلع هدومه يقلع ضميره يقلع حتى دينه، مبقاش يفرق معاه ساعتها انه بقى ملط، لانه فاكر انه هيتضارب الحاجة اللي قال عشانها كل حاجة، مع اننا تقريبا بقينا كلنا ملط. خال جيت وقتك يا خال، وحشتني. اه خال، اه خال، يا ولا قوم قوم يا خميس قوم يا ولدي. يعني خلاص كرامة طلع أصدق من كلامك يا ضويا وطلعت بتمشي. قوم يا خميس، حتى دي مخبيها عني. قوم يا خميس، انت أقوى من موت يا خميس. قوم، الموت مش أقوى مني علشان ياخدك مني. أنا شايف ابني يا عمو بيضحك لي من بعيد. قوم يا خميس، انت اقوى من الموت يا خميس، انت اقوى من الموت. ده انا ضاوية، انا اكبر من الموت. قوم يا خميس، قوم يا خميس، الموت مش اقوى مني. لا يا خميس، الموت اقوى منك. لا يا خميس، الموت اقوى منك. لا يا خميس، انت اقوى من الموت، انت اقوى من الموت يا خميس. انت انا قدك يا موت. انا ضاوية، انا ضاوية.